السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن سليمان الكندي من سلطنة عمان، منتج ومخرج تلفزيون وسينما، خريج جامعة جريفيث بأستراليا، إنتاج وإخراج تلفزيون وسينما. حقيقة أنا سعيد جدا بالمشاركة مع الأستاذ الفاضل الناقد والكاتب والإعلامي الأستاذ مهدي البابلي، وذلك من خلال برنامج وقفات. نتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظن الجمهور ويستفيد حقيقة من هذا البرنامج ومن خلال المحور الرئيسي حول السينما العربية. نتمنى التوفيق للجميع وندعو حقيقة جميع من يشاهد برنامجنا بمتابعته وكذلك الاستفادة منه.